متابعي قنشوف تي في، اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم معنا في الجوله الصباحيه عبر شوارع تطوان الحمراء البيضاء. تلقينا معكم الحي التقنيه وصولا عبر شارع كابول، واللي امامكم خرجوا على مستوى ملعب ثانيه الرمل. صباح الخير عليكم اينما كنتم، كي داير الاجواء عندكم في مدينتكم؟ قلنا متابعينا، قلنا عفوا، كيفاش دايره الاجواء عندكم في تطوان؟ الجو نسبيا مستقر، 15 درجه، مازال ما كاينش اشارات ديال الشمس، عادي. ثم كيفاش داير الاجواء متسبين الان؟ حنا في شارع كابول، خرجوا معكم ملعب ثانيه الرمل ونطلعوا عبر مدارات الامه في اتجاه وسط المدينه. صباح الخير عليكم اينما كنتم، كيف قضيتوا هذه الليله؟ نتمنى تكونوا ارتحتوا بخير. صافا 5-5 الان، اللي ماشي للمدرسه طبعا الله يعاونهم، بالنسبه للتلاميذ والطلبه، واللي ماشي شغله كذلك الله يوفق. ونتمنى الخير لكل المتابعين ديالنا اينما كنتم، داخل المغرب او خارج المغرب. صباح الخير عليكم مجددا، كيفاش دايره الاجواء عندكم في مدينتكم؟ شكون اللي صباح كيدير سبور، شكون اللي ما صباحش مازال ناعس؟ شنو القضايا اللي عرفت في المدن ديالكم البارح مثلا؟ التذكير من المتابعين ديالنا في تطوان، هنا اليوم على الساعه 11 صباحا، 11 صباحا 11 ديال الصباح، تكون وقفة احتجاجية صامتة منظمينها الجمعيات النسائية، مجموعة ديال الجمعيات النسائية الحقوقية والمجتمع المدني، في الباب ديال المحكمة الابتدائية بتطوان، احتجاجا على المغتصب الكويتي للفتاة بمدينة مراكش. طبعا يرجعون التفاصيل متابعينا في الوقفة الصامتة اللي اعترفها تطوان الساعة 11. الحسين الدحمان، صباح الخير مدينة وجدة، تحياتي تحية السي الحسين من وجدة وكل وجدة. و قنطرة كاين شي شتا، اوكي مهدي الحسين الدحمان، تحياتي الله يبارك فيك. كي داير الاجواء في وجدة السي حسين الدحمان؟ اذا متابعينا كما كتشوفوا حنا في مدارة الأمة في اتجاه حي ثانية الرمل كذلك، وصلوا إلى مدارة إيسو عبر شارع المسيرة. غتشوفوا الأجواء طبعا، حركة السير الآن أنتم كتشوفوا، يعني كاين واحد الحركة، ناس ما شادين وليداتها. أمينة صباح الخير والتيسير، لالا أمينة من أي مدينة؟ قلنا المدن ديالكم في هذا الصباح كي دايره الاجواء. السي عبد السي مصطفى اقلعي من بوعنان تطوان، اهلا وسهلا، كي دايره الاجواء السي مصطفى اقلعي؟ تاع المتابعين الاوفياء ديالنا على مدار الدقيقه كذلك. زكريا كاسا، اهلا وسهلا، تحيه الناس ديال الدار البيضاء. كي دايره الاجواء في الدار البيضاء السي زكريا والمنطقه؟ تبارك الله، الدار البيضاء راس بعاد ديال العمالات، اي منطقه. صباحكم سعيد من الجزائر، تحيه الاخوه في المدينة في العاصمة الشقيقة الجزائر. دحمان الجو في وجدة مشمش، إذا متابعينا أول متدخل معنا تأكدنا أن الشمس كاين في وجدة. قولوا لنا أنتم المدن ديالكم الآن كيفاش دايرة حركة السير والجو كذلك، لأن تطوان أنتم كتشوفوا لحد الساعة يعني مازال ما كاينش الأجواء ديال الشمس الصباح، أنتم كتعرفوا كاين حركة السير لدخول تلاميذ المؤسسات كما كتشوفوا الآن على سير الصقور. بالنسبة للشرطة طبعا كتشرف على هذه العملية ديال مشكورة كذلك على القضية ديال السير والجوالة بالنسبة لممر التلاميذ في ممر الراجلين. هذه نقطة طبعا مهمة كما كتلاحظوا معنا متابعينا، أن تطوان المدن المغربية الوحيدة أعتقد على رأس اللائحة اللي كتحترم الساكنة ديالها ولا مستعملين السيارات ممر الراجلين. نتمنى هذا السلوك أنه يتعمم في جل المدن المغربية متابعينا. إذا معكم في اتجاه مدارة إيسو عبر شارع المسيرة وصولا إلى قلب المدينة كالعادة. ما يمكنش تدوز أنت ما توصلش لقلب المدينة، ساحة مولاي المدينة بلاصة بريمو أو الخاصة. تحية من الملاليين سي الوالدي، أعتقد تحية لكل ساكنة الملاليين، طريق الرابطة بين تطوان المضيق. مصطفى قلعي أهلا وسهلا، ناريت لمسان جزائر مشمشة، الله يغدي يغتينا، اوكي الله طبعا الله يرحمنا كذلك، اللي عاوني. السلام عليكم عبد الحق جيرميم، السلام عليكم ورحمة الله، من اسبانيا، من اسبانيا، يعني ما فهمتش شنو اسبانيا، واش عاصمة اسبانيا مدريد زعما ولا اسبانيا مالك؟ ما اوكي، على العموم في انتظار توضيح السي عبد الحق. دلنا متابعينا كما كتشوفوا حنا في شارع المسيرة، انتم كتشوفوا الاجواء وحركة السير كيفاش دايرة، مجموعات ديال التلاميذ والطلبة على المستوى اليمين واليسار تجاه المؤسسات التعليمية ديالهم المجاورة لهاد المناطق. عبد الملك بن قرير مرحبا، مصطفى اقلعي الله يحفظك ويوفقك، شكرا صديقي واخي العزيز مصطفى اقلعي من تطوان. انت كما قلت من المتابعين الاوفياء على ما يمكنش
طقشي مباشر من تطوان او خارج تطوان داخل المغرب او خارج المغرب وما يكونش معنا السيد طه قرعي. تحياتي ليك وتحيه لكل المتتبعين اللي معنا الان في هذا البث المباشر الصباح. دنا متابعين على مقربه من حديقه مولاي رشيد، انتما كتشوفوا حركه السير كيفاش دايره في هذا الصباح. عمل شي دويره في مرتيل، تحيه من برشلونه بن الحسن فؤاد، تحيه سي بن الحسن فؤاد، تحيه ساكنه مرتيل. اكيد سي بن الحسن راه مرتيل تقريبا على مدار كل نهار تنديروا المباشر. وتحيه الناس ديال برشلونه. سي بن الحسن فؤاد اي منطقه في برشلونه. تحيه من كازا الجو مشمش في حي المحمدي. تحيه سي دريس، دريس من الحي المحمدي محمد. الله يسعد الصباح الجميع، مرحبا. إذن متتبعين، الدار البيضاء فيها الشمس، وجدة فيها الشمس، الناس ديال طنجة، مرتيل، مرتيل طبعا تكون فحال تطوان منتظر، إلا أحيانا كيكون بعض تقلبات الجوية، لكن في فصل ديال الشتاء أحيانا تطوان تكون فيها الشتاء ومرتيل فيها الشمس، أو العكس صحيح، مرتيل فيها الشتاء تطوان فيها الشمس كذلك. إذن في اتجاه وسط المدينة متتبعينا، رضوان صباح الخير. بني احمد، تحيه الناس ديال بني احمد. اذا المتابعين كما كتشوفوا حنا في الطلعه ديال المحطه القديمه امامكم على الياس على اليمين حديقه مولاي رشيد دور رياض العشاق كما يحلو الساكنه المحليه التطوانيه، لان هذا كان عنده تاريخ هذا رياض العشاق، يعني في ايام الزمان اللي كان رياض العشاق كرياض العشاق بالجماليه ديالو بالاحوات بالاسماك اللي كانت فيه. طبعا غادي نحاولوا نديروا مباشر شي نهار في وسط قلب رياض العشاق او حديقه مولاي رشيد وندردشوا مع الناس، من الافضل يكونوا طبعا غنحاولوا نصطفوا الناس المسنين اللي كبار يعني حضروا على رياض العشاق وحديقه مولاي رشيد كيفاش كانت في سنوات خلات. بالحسن فؤاد تيراسا، اي اي اي، تحيه الناس ديال تيراسا وبالحسن فؤاد من مرتيل مقيم في برشلونه في منطقه تيراسا. طبعا تيراسا مطارو، هذو المناطق اللي جميله وفيها حضور مغربي تطواني بالخصوص، فيها الناس ديال تطوان وطنجه ولكن تطوان على راس اللائحه سي بالحسن اعتقد، ياك وضح لي اخي. تيراسا تيراسا ومطارو شكون اللي فيهم ناس بزاف، واش ديال تطوان او طنجه او مناطق اخرى المجاوره. اذا نتمنى تقضي معنا اوقات جميله متتبعينا في هذه الدردشه الصباحيه عبر شوارع تطوان. الله يهديك فكره، انا من الصباح هنايا قصبه في تطوان بعد اغلاقها، هل لديك فكره؟ القصبه فيها اصلاحات الان ديال الترميم، طبعا كانت جات لجنه وحضرتها عامل عمل تطوان مرفوق باللجنه مكونه مجموعه ديال المتخصصين طبعا والخبراء. الان فيها اشغال قصبه ديال تطوان حي جبل درسه، طبعا نتمنوا يعني حسب البلاكه المأطوره ديال المشروع انه عاد تم اعاده الهيكله ديالها، وغادي نوعدكم متتبعين اننا غادي ندير مباشر خاص على القصبه. حفيظه تحيه من جو مراكش مشمش، مرحبا. جو فيه شويه ديال الضبابه، حنا عندنا الثلج هاواي امريكا. اي اي اي، سي عبدو حميد من هاواي، سلم لي على الناس ديال تامبا. سي حميد، انا زرت امريكا وزرت هاواي وبالضبط منطقه تامبا، كنت في واحد الدوره تكوينيه في الولايات المتحده الامريكيه وزرت واشنطن نيويورك ميامي ميامي هي ميامي اعتقد اللي فيها تامبا كالامازو ساكرامينتو سان فرانسيسكو، طبعا من المدن اللي عجبتني. طبعا كانت زيارة عندنا سياحية في الباخرة اللي على مقربة من سجن المعلمة التاريخية الكاتراس. سي عبدو حميد من أمريكا، تحياتي ليك وتحية لكل المغاربة المقيمين في بلد عمسن. إذا متابعينا غادي نمشي معكم في هذه الجولة الصباحية عبر شوارع تطوان، وكما كتشوفوا طبق العي في نفس الوقت راك كتعطينا دروس احترام السير ومرات السير. طبعا السي اقلعي اكيد، لان انا بالنسبه ليا ممر الراجلين يعني خصي تحترم، خصو تحترم، والتذكير ان ملي تنكونوا في الناس ديال تطوان بالدرجه الاولى في تطوان وتنمشيو لسبته، مجرد كتشم اخر عيوقف كتوقف. علاش؟ لان المخالفات ما 300 ديال الاورو على. بالمناسبه الاخر الملاليين اللي طرح على القصبه، القصبه نحاول نقرب لك الصوره، انت كتشوف يعني الـ 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 الاشغال، انا كنشوف الرافعه راه هي كتبان وفي نفس الوقت كاين يعني مزربين داكشي بالقصدير، يعني الاشغال جاريه الان في هذه القضيه. متابع من احسان من الكويت، تحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالكويت، احسان من الكويت كذلك. سيمو من صفرو، اجي تفطر معنا، الله يبارك فيك، تحيه للناس ديال صفرو. ابو سطوف، ابو سطوف تحيه لكم، مرحبا. ما رايك في الذهاب الى الطريق الحزام الاخضر منظر اسطوري؟ طبعا ديرنا مباشر اخي من هذه المناطق، لان عاده كندير يا اما الحزام الاخضر باش كنشوف تطوان من جهه اخرى، يا اما بوعنان
جبل غورغيزة. طبعا السيد والدي مرحبا بك ومرحبا باقتراحات ديالك، واكيد اكيد ان شاء الله. شكرا خويا والكويت، وسلمونا عليك، تحياتي، سلمني على الكويت وكل الجاليه المغربيه المقيمه بالكويت. كيداير الاجواء الان في الكويت؟ اعطينا الاجواء ديال الاوضاع ديال المغاربه، وحاليا كيفاش داير الجو عندكم في الكويت اختي؟ اذا الجوله الصباحيه، حنا الحراره في طاطا، بدات الزراعه الدلاح تتنشرشر بشكل كبير. صباحكم مبروك، تحياتي لكم وتحيه لكل عشاق الدلاح وسكينه طاطا. تحيه كبيره للناس ديال تطوان، سليمه مرحبا، رشيد صباح الخير، يوم سعيد، الله يبارك فيك سي رشيد الرمدي. اعتقد عندنا متابعينا، وصلنا معكم المدارة ديال ديرة الحجر على مستوى حي الفابريكا ديال الثلج. دائما تنديروا هاد الدورة في هاد الدور في هاد المدارة الصغيرة، وصولا إلى مدارة عين سيدي طالحة. نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة متابعينا في هاد الجولة الصباحية اللي انطلقنا معكم من شارع كابول حي التقنية، وصولا إلى أقدم أحياء مدينة تطوان، حي الباريو، حي سيدي طالحة، حي جبل درسة، وحي جامع مزواق. هذو الأحياء المعروفة القديمة هنا في تطوان. أمامكم مسجد حي سيدي طلحة، هذا المسجد الكبير للتذكير أن هذا هو اللي أما صلاة الجنازة على المرحوم العلامة بوخوزة. إذا متابعينا في هذه الجولة الصباحية، نتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات جميلة كذلك. صباح النور من شمال إيطاليا، مراد أهلا وسهلا. شنو المدينة بالضبط سي مراد من إيطاليا؟ لأن كنت حطيت الرحال قبل أشهر معدودة فقط في إيطاليا، ومنا مباشر عدة مباشر طبعا من عفوا من ميلانو وفينيسيا ومن بيرغامو كذلك. تحية الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا. قبل أسابيع فقط كما شفتوا متابعينا، أن كنا في مدينة إشبيلية الإسبانية، ودرنا مجموعة ديال اللايفات من إشبيلية، بالضبط من المناطق السياحية ديالها المعروفة. إذا هذه هي المدارة، هذا هو عين سيدي طلحة، فين وقفين هاد الأطفال عشاق الماء ديال سيدي طلحة. طبعا هذا هو العين بالضبط. إذا المدارة حصلنا معكم مدارة عين سيدي طلحة، رجعوا معكم عبر الفابريكا ديال التلج، وصولا إلى ساحة مولي المهدي عبر شارع 10 ماي. شحال بعيدة عليكم بوزغلال اخويا عفاك. بوزغلال اعتقد واحد 16-18 كيلومتر من تطوان. بشرى مرحبا، لالا بشرى اهلا وسهلا. اذا متابعين، امامكم جبل بوعنان او جبل غورغيز عفوا، منطقة بوعنان. شو اليوم ما كاينش ضبابة، الجبل تيبان. البارح حول اول امس المدرت المباشر كانت ضبابة، ما كانش الجبل ديال بوعنان في هذه المنطقة بالضبط. هبطت منها. صباح الخير خويا من دبي حفيظ، تحية الناس ديال دبي. طبعا دبي عندي فيها قصة جميلة، زرتها المدينة العملاقة الجميلة، ومن الامور الجميلة اللي عجبتني سي حفيظ في دبي هي الرقصات التلمائية، المطلة على برج خليفة ودبي مول، يعني روعة بمكان لعشاق السفر. ترشح دبي طبعا، ربما الإمكانيات ديال الطائرة فقط، أما الإقامة إذا جيتي في الصيف، تذكر أن في الصيف كتكون منطقة سخونة شوية، ما ننصحكش في ذلك الصيف متتبعينا أنكم تمشوا في الصيف، ولكن شهر 3-4 الإقامة رخيصة، يعني ممكن تشوف على الانترنت لوطيل، لكن الطائرة هو اللي نسبيا كترفع الإيقاع، يا إما عدير ليسكال في دولة أخرى، يا إما إذا شديتي ما ننصحكش الحقيقة بالخطوط الإماراتية لأنها غالية، ولكن يمكن دير ليسكال في شي دولة أخرى، وتكون الطائرة نسبيا ما تفوتش واحد 7000 درهم الذهاب والإياب، أوتيل بالفطور خلاص روعة ما يكونش غالي، الماكلة في الزنقة ما تكونش غالية، ولكن الشوبينغ الحيطة هو الحاضر. إذن دبي ندوز فيها أسبوع جميلة 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 جميلة. تحية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بدبي. غادي نهبط جهة المحطة، شكون هذا اللي معنا؟ أحمد، يا سي أحمد من المنتظر، أخي أحمد من المنتظر، مرحبا بك، تحية ليك. وهادي تطوان من الإمارات السلطانة الناهلة، مرحبا، تحية الناس ديال الإمارات. طبعا كما قلت الإخوان ديال دبي، أنا سبق لي زرت دبي إطار مهمة إعلامية، ودوز أسبوع فيها، يعني مشيت في شهر 4 وكانت الحرارة تبارك الله، ولكن المدينة يعني بالنسبة لدبي
تستحق اكثر من زياره متتبعه. ولكن كما قلت اللي غالي شويه الطائره، الاوتيل شومبر دوبل يعني بالفطور عينك ميزانك دوباي دوباي دوباي، اذا طحتي في شي في اوفيرتا ممكن بجوج الناس اوتيل بالفطور ما يفوتش واحد 1000 و 2000 درهم، ممكن تلقى اقل ممكن تلقى اكثر، ولكن كنعطيك على حسب لي بيريود يعني انسان عايدير ريسيرش وان شاء ربينا يكون خير. اذا متتبعينا غادي نرجعوا معكم في هذه الجوله الصباحيه من هنا عبر شارع تشافين اعتقد لانهم في وسط المدينه فرغ عن شارع محمد الخامس، ونقضي معنا اوقات اجمليه وكتشوفوا البنايات الاسبانيه الطابع الاندلسي هنا اللي كاين متتبعينا في شارع محمد الخامس. اذا نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميله في هذه الجوله الصباحيه. إلى هنا كان معكم أحمد المعتكف كالعادة، إلى اللقاء في مباشر آخر متتبعينا أينما كنتم داخل المغرب أو خارج المغرب.